تفاصيل ما دار في هذه الجولة التفاوضية. بس أنا أحب أذكر بأنه الناس متابعين ملف صد النهضة، هذه مفاوضات مستمرة لسنوات طويلة، وصلت قمتها في آخر كان اجتماع في فبراير في واشنطن، ثم توقفت نتيجة لبعض العقبات وظل الملف مجمدا، ثم بادر السيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بتحريك الملف عبر مؤتمرات سفيرية مع رئيس الوزراء المصري وطاقم المفاوض، ثم مع رئيس وزراء أثيوبيا وطاقم المفاوض، وتم الاتفاق على استئناف التفاوض مرة أخرى بحضور مراقبين معروفين، البنك الدولي كان والخزانة الأمريكية، إلى جانب الاتحاد الأفريقي وجنوب أفريقيا ومكتب الاتحاد الأفريقي. ودارت هذه الجولة التفاوضية بمبادرة الدكتور حمدوك أيضا توصلت إلى بعض النقاط، وظلت هناك نقاط خلاف، ثم جاءت هذه الجولة الأخيرة أيضا بمبادرة من الاتحاد الأفريقي ورئيس هذه الدورة للاتحاد الأفريقي الرئيس سيريل راموفوزا رئيس جنوب أفريقيا، وتواصلت حتى انتهت مساء اليوم، وسيحدثكم كما ذكرت بروفيسور ياسر عن نتائجه. ما أحب أن أقوله في هذا الموضوع إنه الوفد السوداني المفاوض هو وفد متعدد وممثل في كل الجهات ذات الصلة بهذا الملف، سواء كان من ناحية فنية أو سياسية أو قانونية، هو وفد مشرف جدا وفيه خبرات سودانية عالمية وملمة تماما بكل أبجديات موضوع صد النهضة وكل أبجديات وعلوم حتى التفاوض. فحقيقة وفد مشرف جدا، أنا أعتقد أنه في كل الجولات كان تمثيله وحضوره عالي جدا، وكان مبادرا يعني في خلال هذه الجولات باستمرار كان السودان مبادر بمحاولة طرح مبادرات مختلفة لكسر جمود التفاوض والوصول إلى اتفاق. الشيء الثاني الذي أحب أن أقوله أن السودان طوال هذه الجولات من التفاوض رغم أنه كان بيتمتع بعلاقة جيدة مع مصر وأثيوبيا وأحيانا يبادر كما ذكرت لكسر الجمود، لكن السودان ليس وسيطا، نحن شريك أساسي في قضية سد النهضة، شريك من ضمن ثلاثة شركاء أثيوبيا ومصر والسودان، ونحن بننطلق من بوصلة هي مصلحة السودان العليا. يعني هذه البوصلة هي التي تهدي الوفد السوداني في كل مواقف التفاوضية، في كل ما أعلن وأزيع ونشر من قبل وفي كل ما سيأتي في المستقبل. مصلحة السودان العليا هي البوصلة الأساسية، وبناء عليها بتتحدد المواقف خلال جولات التفاوض. في بعض الناس ممكن يعتبروا أنه في نقطة ما السودان أقرب إلى الموقف المصري أو في نقطة أخرى أقرب إلى الموقف الأثيوبي، نحن الحقيقة باستمرار كانت بوصلتنا هي مصلحة السودان العليا، ولكن باستمرار كانت يعني أيادينا وعقولنا مفتوحة مع البلدين الشقيقين في مصر وأثيوبيا، وبنحاول بقدر الإمكان أنه نلعب في دور بتاع كسر جمود ونبادر حتى أنه المفاوضات تستمر. لأنه النقطة الأخرى التي أريد أن أقولها، إحنا باستمرار كنا مؤمنين وما زلنا بأنه ما في أي حل لهذه القضية إلا عبر التفاوض، الحوار والتفاوض، لأنه كل المبادئ بتاعت الاتفاقيات الدولية حول المياه والبتتكلم عن الاستخدام المنصف والعادل للمياه، وده واحد من المؤشرات الأساسية إن إحنا برضو بنتبناها، بتقول إنه كل المشاريع اللي بتقوم لابد أن يتم بالحوار والتفاوض بين كل أصحاب المصلحة، طبعا إلى جانب منها تكون ما بتسبب ضرر لأي طرف وهكذا يعني. فأيضا واحدة كانت من مؤشراتنا الأساسية إنه نحن حريصين جدا على هذا الاستخدام المنصف والعادل، إنه كل الدول الثلاث تستفيد بقدر الإمكان من إيجابيات الممكن تنتج عن صد النهضة، وأيضا نتفاوض لتقليل التأثيرات السلبية، ودي حاجة طبيعية في كل السدود في العالم عندها تأثيرات سلبية. فنحن تفاوضاتنا كان ماشي في تعظيم الإيجابيات وتقليل السلبيات وتحقيق منفعة مشتركة بين الدول الثلاثة. أحب أن أقول في الآخر إنه هذا الوفد يتمتع بدعم كامل وعنده كامل التفويض من الحكومة السودانية، وهو بيعمل تقارير يومية عن كل جولات التفاوض للسيد رئيس الوزراء والسيد رئيس مجلس السيادة، هم على اطلاع كامل، وبيدعم الوفد دعم يومي كما ذكرت، وبيؤكد ثقتهم فيما يعلن من مواقف تفاوضية لهذا الوفد. أنا أكتفي بهذا وأقدم البروفيسور ياسر عباس وزير الري والموارد المائية، هو سيحدثكم ويكمل هذا الحديث عن نتائج هذه الجولة التفاوضية. شكرا جزيلا.
شكرا الأخ فيصل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كانت هذه جولة من المفاوضات كما أسلف زميلي فيصل برعاية الاتحاد الأفريقي، وكان ذلك وفقا للقمة الأفريقية المصغرة التي عقدت في يوم 26 يونيو الماضي، وكانت مباشرة قبل جلسة مجلس الأمن المفتوحة في يوم 29/6، والتي أوصت أيضا أن يوكل الأمر للاتحاد الأفريقي لمواصلة التفاوض برعايته بين الدول الثلاثة للتفاكر حول النقاط العالقة. وبالفعل كان هذا التوجيه من الاتحاد الأفريقي في يوم 26/6، وبدأت جولات التفاوض في يوم 3 يوليو بحضور الثلاثة دول. ومكتب الاتحاد الأفريقي، مكتب الاتحاد الأفريقي بتكون من الرئيس اللي هو جنوب أفريقيا اللي هو سيريل رامافوزا، ورئيس كينيا كينياتا، ورئيس الكونغو، ورئيس مالي، ومصر أيضا في مكتب الاتحاد الأفريقي لكنها أحد أعضاء التفاوض، وبشمل الثلاثة دول اللي هي السودان ومصر وأثيوبيا، زائدا 5 من المراقبين خبراء تم اختيارهم بواسطة الاتحاد الأفريقي، زائدا المراقبين السابقين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. بدأت الاجتماعات في يوم 3/7 الماضي واستمرت إلى اليوم 11 يوم متواصلة. تم في عقد 9 جولات للتفاوض بين الدول الثلاثة، بالإضافة إلى 6 جولات تفاوضية في المسارين المختلفين، يعني 3 في المسار الفني و3 في المسار القانوني. وأيضا كانت هنالك 3 جولات اجتماعات بين الدول والمراقبين، يعني السودان مع المراقبين، مصر مع المراقبين، وإثيوبيا مع المراقبين. الحقيقة كان هنالك حرص واضح من الدول الثلاثة للوصول لاتفاق في النقاط العالقة، والنقاط العالقة كما وضحنا في المؤتمر الصحفي السابق في 17 يونيو كانت حوالي 4 نقاط أو 4 أو 5 نقاط في الجانب الفني و3 نقاط أساسية في الجانب القانوني، بالإضافة إلى بعض النقاط الصغيرة في الجانب القانوني. النقاط الأساسية في الجانب الفني اللي هي كانت كم هو التغير اليومي في التصريفات سد النهضة التي تدخل إلى سد الروسيرس. كما نعلم سد الروسيرس سد صغير مقارنة بسد النهضة، فللتشغيل الآمن لسد الروسيرس لابد من محدودية التغير في التصريفات اليومية. السودان اقترح 200 مليون متر مكعب كتغير يومي في التصريفات، والسيبيا اقترحت 400. كان هذا مستوى التفاوض في 17 يونيو. في هذه الجولة تم التوافق، السودان وافق على 250 مليون متر مكعب، وأثيوبيا إلى 350 مليون متر مكعب. هنالك تقارب محدود في هذه النقطة. أيضا من النقاط الفنية العالقة كانت هي تعريف منحنى التشغيل المستمر لصد النهضة، وده ضروري للتخطيط المستقبلي في استخدامات المياه لصد الروسيرس. تم التوافق محدود حول ذلك. أيضا كانت من النقاط العالقة هي كيفية ملء صد النهضة في المستقبل إذا حدث جفاف، مثلا جفاف شبيه بجفاف الثمانينات يحصل مثلا نقول بعد 30 سنة 40 سنة. في هذه الحالة ربما سد النهضة وسد السد العالي يصلوا إلى مستويات منخفضة، فكيفية إعادة الملء مرة ثانية. وأيضا كانت هنالك النقطة الأخيرة في النقاط الفنية العالقة، النقطة التي تختص بالتصريفات في سنوات الجفاف الممتد، اللي هي مش جفاف، أعلى شوية من الجفاف لكن أقل من المتوسط. أما في الجوانب القانونية كما نعلم النقاط الأساسية العالقة كانت اللي هي مدى إلزامية هذه الاتفاقية، اللي كانت نقطة أساسية، وهل هذه الاتفاقية معنية بتقاسم المياه أم بالملأ الأول والتشغيل
النقطة الثالثة كانت معنية بآلية فض النزاع. في هذه النقاط المختلفة قدم السودان مقترحات توافقية متعددة كما أسلف زميلي الأخ فيصل، باعتبار أن السودان طرف أصيل نعم يتأثر مباشرة بسد النهضة، لكن أيضا في موقف متوازن لموقع الجغرافي في أنه ممكن يطرح مبادرات لتقريب وجهات النظر بين الشقيقتين مصر وأثيوبيا. سوف يرفع التقرير النهائي يوم غد الثلاثاء، تم رفع تقرير مرحلي في يوم الخميس الماضي يوم 9 يوليو، والتقرير ليوم غدا سوف يشمل موقف السودان حول النقاط العالقة، وأيضا تصور مقترح لاتفاق مبني على اتفاق السودان في يوم 14 يونيو، ويضاف له التعديلات التي تمت منذ ذلك الوقت إلى الآن. هذا بناء على ذلك سوف يتم على حسب توجيه الاتحاد الأفريقي اجتماع قمة أفريقية مصغرة ثانية بعد أسبوع من تسليم التقرير للبدء في الخطوة التالية. هذا باختصار لمحة سريعة عن التفاوض خلال الأسبوعين الماضيين. شكرا جزيلا. طبعا يعني طبعا عارفين الوقت اتأخر، حندي سؤالين او ثلاثة او اربعة اسئلة ماكسيموم، والبروف حيجاوب عليهم وبعد كده حننهي، لانه نازل شغالين مفاوضات لهم 11 يوم واليوم طويل جدا. محمد عمر تفضل. السلام عليكم، انا محمد عمر من قناة الجزيرة مباشر. معالي الوزير، البعض يتحدث عن تذبذب في موقف السودان خصوصا في الفترة الأخيرة وميل للموقف، حدثنا عن هذا، وكذلك نريد توضيح فيما يتعلق بمخاطر وإيجابيات سد النهضة الأثيوبي، وماذا عن المقترح كذلك الذي قدمتموه في آلية فض النزاعات، وهل وافقت عليه الدولتين حتى لو موافقة مبدئية؟ خالد. خالد عويس، سكاي نيوز عربية. معالي الوزير تحدثهم عن تقدم في بعض النقاط كتصريف المياه إلى سد الروسيرس، لكن هل هناك قدر من التقدم أيضا فيما يتعلق بالتشغيل طويل المدى أيضا؟ عبد الباقي العوض من قناة القناة الحرة. سيد الوزير، تحدثت عن مقترحات تقدم بها السودان فيما يتعلق بالجوانب القانونية، مدى إلزامية الاتفاقية وآلية فض النزاعات. هل لنا أن نتعرف على أبرز المقترحات التي تقدمتم بشأنها؟ شكرا. عبد الباقي الظافر، قناة الجزيرة. سيد الوزير، كان لافتا للنظر في الفترة الأخيرة تصريحات إيجابية في وقت التفاوض عن سد النهضة. معاليك تحدثت في مؤتمر إذاعي أنكم تدعمون قيام سد النهضة. سيد رئيس جهاز تنظيم المياه، إن لم تخن الذاكرة، قال إن سد النهضة أهميته للسودان ربما تكون أكبر من أثيوبيا. وزير الطاقة المكلف قال أيضا أنه يزيد معدلات توليد الكهرباء في السودان. هذا الموقف، هل هنالك رسالة معينة يعني توقيت هذا الكلام، حتى بدأ السودان كأنه ينوب عن أثيوبيا، يعني حتى أحد الزغالي إذا كان الوضع كذلك لماذا لم تكلف أثيوبيا السودان بالتفاوض نيابة عنها؟ شكرا جزيلا. سؤال أخير يا خالد، لا في سؤال. أوكي، شكرا جزيلا. السؤال الأول من محمد عمر، تذبذب في الموقف السوداني، ما في تذبذب في الموقف السوداني. نعم؟ ميل للمصلحة الأثيوبية. نعم، لا، الحقيقة ما في تذبذب في الموقف السوداني، وليس ميلا في المصلحة الأثيوبية. الموقف السوداني كان ثابت. ربما هنالك ميل من أثيوبيا نحو الموقف السوداني. وربما يفصل في ذلك في الجانب القانوني، في أهم نقطة في كانت عالقة في الجانب القانوني، يفصل فيها الأخ هشام بعد قليل للإجابة على السؤال الثالث. مقترح آلية فض النزاعات أيضا يمكن أفصل فيها الأخ هشام، لكن هي باختصار كان الطرح الأول من السودان يتوافق تماما مع طرح مصر، إنه لابد من وجود آلية قانونية ملزمة
أن اتفاقية صد النهضة تصبح اتفاقية قانونية دولية ملزمة. الشيبيا كانت تقترح أنه إلزامية الاتفاق تنتهي عند حد رؤساء الدول الثلاثة. الآن تم تغارب في أنه هنالك بيسموها البايندينج ميديشن، هنالك تفاوض ملزم. ده تقدم كبير في هذه الجزئية. الأخ خالد بيسأل إنه هل هنالك تقدم في التشغيل المستمر؟ نعم. بالنسبة لتشغيل الروسيرس بالذات، استخدامات مياه الروسيرس في التخطيط المستقبلي لابد من معرفة الطريقة المتوسطة لتشغيل صد النهضة. هذه نقطة جوهرية طالب بها السودان منذ البداية. وافق الجانب الأثيوبي في إعطاء هذا المتوسط التشغيل لمدة 3 سنوات، يكون فاليد لمدة 3 سنوات. يطالب السودان أن يكون هذا مستمر لمدة 5 سنوات على الأقل. الأخ عبد الباقي الظافر، النقاط القانونية ممكن الأخ هشام يفصل فيها أكثر. شكرا جزيلا. في القضايا القانونية زي ما ذكرنا في المؤتمر الصحفي السابق، في 3 قضايا جوهرية. الأولى كانت هي مدى إلزامية الاتفاقية، وهل نحن بصدد التفاوض والتوقيع على اتفاقية ملزمة قانونا تحت بنود القانون الدولي، أو نحن نفاوض على قواعد استرشادية كما اقترحت إثيوبيا. وفي هذا في هذه النقطة يعني هنالك الآن تقارب بين الدول الثلاثة وإقرار بأنه حيكون في اتفاقية ملزمة قانونا لكل الدول الثلاثة. الآن بقيت الصياغة، كيفية يعني إدراج البنود التي تشير إلى هذا الأمر. ده حصل فيه يعني تقدم ممكن نقول بسيط. النقطة الثانية وهي قضية حل النزاعات، وزي ما ذكرنا في المؤتمر السابق أنه دي قضية أو قضية صد النهضة قضية فنية دقيقة وفيها جوانب متعددة من سلامة السدود وعمليات السلامة والآثار البيئية والاجتماعية وتبادل البيانات وصد الروسيرس وأشياء كثيرة جدا. فلا بد من وجود آلية فعالة. كانت بتتبان قبل هذه الجولة الآراء إثيوبيا كانت بترى أن يكون يعني وسائل حل النزاعات هي عبارة عن وسائل سياسية تحال الأمر إلى رؤساء الدول ويحلوها، وطبعاً نحن يعني بنرى إنه الوسائل السياسية هي يعني غير فعالة في مثل هذه القضايا الفنية. والسودان كان مصر على إنه لابد أن يكون في وسيلة ملزمة ويعني فعالة في إنهاء النزاع. وطبعاً الوسائل القانونية الملزمة مختلفة يعني. ففي الأول كان السودان بيقترح الاربيتريشن أو التحكيم، ولكن الآن إثيوبيا أقرت بأن الوسيلة تكون ملزمة، واتفقنا على أنه حاجة بيسموها البايندينج ميديشن أو اللي هو الوساطة الملزمة، وهي بتبدأ بوساطة لكن إذا لم يتفق الأطراف على الوساطة فالوسيط يحق له أنه يصدر قرار ملزم ونهائي لكل الأطراف. فاتفقنا الآن على هذا الأمر، لكن ما زالت تشير إنه حتى بالوساطة الملزمة إذا كان في طريق إنه نمشي لرؤساء الدول ليعني إجازة الاتفاق النهائي والوساطة النهائية، نحن بنرى إنه إدخال رؤساء الدول قد لا يكون مجدي في هذا الأمر. فنحن حاسس في الجولة دي على الأقل تم التأمين على إنه لابد أن يكون في وسيلة فعالة لإنهاء النزاع والوسيلة قانونية. الإشكالية الثالثة اللي هي علاقة هذه الاتفاقية بالاتفاقيات السابقة، اتفاقية تقاسم المياه والرجوع إلى أو الدخول في اتفاقية تقاسم المياه. وهنا يعني ظهرت في الجولة دي الإشكالية الحقيقية، وهي أنه التخوف الإثيوبي أنه المشاريع المستقبلية، أنه تفسير اتفاقية صد النهضة سيعيق حق إثيوبيا في إنها تنمي مشاريع مستقبلية في المستقبل إن أرادت.
وتم يعني هنا النقاش كبير جدا في الجهة دي، وتقريبا يعني استحوذت النقطة دي قضية المشاريع المستقبلية قد يكون يعني 70-80% من الوقت في التفاوض ده. السودان قدم في النهاية مقترح يعني بنرى انه يعني بيوافق بين حماية مصالح السودان في انه اي مشاريع مستقبلية يجب ان تقام وفقا لمبادئ القانون الدولي، وهي القواعد المعروفة ذكرها الأستاذ فيصل من الاستخدام المنصف والمعقول وعدم تسبيب ضرر ذو شأن للسودان وهكذا، وإن إثيوبيا لا بد أن تلتزم أي مشاريع مستقبلية تلتزم بها بقواعد القانون الدولي، مع إعطاء إثيوبيا حق في أنها يعني تتفق مع الأطراف على إدخال بعض التعديلات على بعض الأرقام حتى تستطيع أنها يعني تستصحب المشروعات المستقبلية. هذا الأمر ما زال قيد النقاش، وإن شاء الله سوف ننتهي منه في الجولات القادمة دي. ببساطة القضايا القانونية وما حدث فيها من تقدم بسيط يعني ممكن أقول. شكرا جزيلا. السؤال الرابع من الأخ عبد الباقي الظافر، هل هنالك رسائل محددة من السودان؟ وذكر الأمثلة وزير المكلف في الطاقة في أنه ذكر زيادة المناسيب تزيد من توليد الكهرباء. الحقيقة بالنسبة لنا ما في رسائل محددة بيقول السودان، وإنما دي حقيقة استفادة السودان من زيادة التوليد الكهربائي دي حقيقة، وتمت من دراسات سابقة يمكن من 2015-2016 إنه انتظام الجريان بيساعد في ارتفاع المنسوب في الروسيرس وفي مروي، بالتالي بيكون هناك زيادة واضحة في الانتاج الكهربائي، وذلك بشريطة توقيع اتفاق، لذلك نفاوض اليوم حول هذه المسائل، بشريطة توقيع اتفاق لربط أو لأغلمة تشغيل صد الروسيرس مع تشغيل صد النهضة. يعني التغير اليومي في التصريف، المنحنى المتوسط للتشغيل، تبادل البيانات اليومية، كل ذلك لكي يتم تحقيق هذه الفوائد المتوقعة. الحقيقة أنا ما ذكرت إنه ما هي الخطوات اللاحقة بعد هذا الاجتماع هذا اليوم، على حسب توجيه الاتحاد الأفريقي سوف تسلم التقارير يوم غدا للاتحاد الأفريقي أو لرئيس الاتحاد الأفريقي الرئيس سيريل رامافوزا، وسوف يتم عقد اجتماع قمة أفريقية مصغرة بعد أسبوع من تاريخ تسليم التقرير للبدء في الخطوات اللاحقة. وباختصار ده ما بنتوقعه في الفترة القادمة. شكرا جزيلا. شكرا السيد الوزير بروفيسور ياسر، شكرا للفريق المفاوض. يمكن الليلة حتقول لكم فرصة ترتاحوا شوية، لكن عشان يجهزوا التقرير لبكرة ويبدوا يجهزوا للقمة الأفريقية. شكرا للإخوة الصحفيين على يعني مواظبتهم وحضورهم، وبعتذر لهم مرة تانية عن التأخير في بداية المؤتمر والارتباط باستمرار الجولة، وإن شاء الله بنفيدكم ببيان يومي عن أي تطورات كما في الفترة السابقة، وعند الضرورة يعني بنعقد مؤتمر صحفي إذا كان هناك ما يستحق. شكرا لكم.